ترجع لنا من جديد صوت تونسي ممتاز، حضور ملفت، بحب كبير ترجع لنا آمنة فاخر. آمنة مرحبا. يعيشك هدهود، مرحبا بك مجددا، نستقبلك. بعد العيد عندك مشاريع فنية ولا ليه؟ والله كاننا سايبونا يا اخويا، ما صبي سايبونا، تعبنا من القاعده في الدار، كلنا تعبنا. ما لازم والله تعبنا، اما لازم لازم اخزر. الحمد لله احنا الحمد لله عندي برشا انتاج قاعد، عندي برشا غنيات حاضرين مسجلين ان شاء الله. كنت مش مصور، وقفنا خاطر الكونفينمون وخاطر الحكايه نتاع الكورونا، اما كل شيء واقف، هادي كل شيء واقف. معناتها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي على قريب نرجع للحياه العاديه، وان شاء الله ترجع ان شاء الله. محضر غنيات، محضر كليبات، برشا غنيات ان شاء الله. فما زاد كيف كيف في رمضان برشا فنانين انخرطوا في، نجم نقولوا لفتات انسانيه. انت من النوع اللي تصرح ولا من النوع اللي بيسرق؟ اغزر انا صرحت شويه، خاطر رحنا معناتها جروب وانا اوبليجي باش نصرحوا، خاطر كيما انا ساهمت كيما فما عباد عطاونا فلوس ويزمنا نوريهم العباد اللي هما اللي احنا فلوسهم وين مشات. راهو مش احنا كفنانين، احنا قدوه للعباد. انا اليوم كي عندي ديفان يفرجوا فيا على انستغرام ولا على الفيسبوك ولا كي نتكلم، يولي هما بيدهم يتشجعوا ويعطيو، هذا مش عيب، مش عيب. هذه مش صدقه بالنسبه لي انا. الصدقه ما تخبيه، خبيها وما تقولش عليها وخلي حاجه بينك وبين ربي. هذايا اليوم واجب، انا راه بالحق هذا واجب ويزن الكل يد في اليد، سينو ما نجمش نتعداوها المحنة. ان شاء الله ربي ثبتكم وفي ميزان حسناتكم بالنسبه للفنانين الكل اللي قاعدين يعاونوا وقاعدين يتبرعوا وقاعدين ينخرطوا. زاد كيف كيف شفت برشا تظاهرات حلوه، برشا يعطيكم ويعطيكم الصحه. مبروك المليون انستغرام، ومبروك زاد كيف كيف الدرع الفضي. اي مزال كيف وصل، فرحانه برشا بيه. مزال بون وصل، خاطر نتعرف شويه الظروف معناتها وصل بعد ما فتنا ل 100 ب 4000 ولا 5000. حاجه تفرحني برشا، حاجه تفرحني على خاطر نحس روحي كاين تعبي توج، معناتها الناس بالحق تتبع فيك، معناتها 100000 حاجه بالنسبه لي انا. شفنا ان شاء الله اللي جاي خير. شفنا برشا مطربات مثلوا. اي اغروك شي اسماء بن احمد، تحيه كبيره لاسماء بن احمد. اسماء بن احمد نحب صوتها بالحق، معناتها نحب صوتها بالقدر. لبنى، ما لبنى بالاساس هي ممثله، زدت معناتها اكتشفتها في التمثيل، خاطر محليها محليها. وانت وقيت ولا ليه؟ كل حد كيش يقولوها وحظه، معناتها ان شاء الله ان شاء الله بالك شي يجي. مستعده، احنا شفناك في كليبك اللي عملته على الخو. انا في الكليب، اي في الكليب، حتى في ولعت، معناتها حتى في ولعت وقتها مجد السميري قال لي ما عندك، معناتها ان شاء الله ان شاء الله. كي يبدا اغزر، كي يبدا الدور باش يضيف لك، ما نقولش لا بصراحه. في مسيرتك اي دور باش يضيف لك؟ مثلا لو يعرض عليك دور زينه مثلا في ولاد مفيده، تقبله ولا ليه؟ لا، علاش؟ خاطر نحس ما يواتينيش. زينه محلاها زينه. لو يعطيوك دور نجلة بن عبد الله في ولد مفيده يمكن، وي من النجم. لو تاخذ في دنيا اخرى دور سميه طرابلسي، وي ذا النجم كوميديا. اي نجم بون كوميديا، ما نعرفش ما يكتبوا لك، خاطر من الاول ما كانش كوميديا سامي. من الاول اي فوالا، الدور هذاك ممكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وقيت نحب نكمل معاك في جو طربي، تصلتينا. وي نعم الحويج، انا نحبها برشا الاغنيه هذه، وكنت وانا صغيره نغنيها برشا، فان شاء الله تعجبكم. ابعد عني عيونك، سمعتك انا مش حملي هواك، سمعتك تبرف عليها. اي حلوه يا سيدي، وانا بعشقك الفنانه الكبيره ميدا حناوي. وي امنا فاخر طربيات.
يعطيك الصحة. ميرسي. يعطيك الصحة. شوف العازفين شيخين باش نعرف انه الغناية حبيبي يذكم. تبدا الناس الكل تعزف هما يضحكوا شيخين اللي يغني الناس الكل. يعطيكم الصحة الأولاد. أساتذة أحسنتم. أحسن أساتذة عندنا بالحق. كلمة الختام شو نقولوا فيها؟ نقولوا إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل. كل عام وأنت حي بخير. وإن شاء الله يا ربي نتعديوا هالمحنة وإحنا ديجا أبهرنا وبينا للعالم اللي إحنا قدوة الحقيقة معناتها بلادنا صغيرة بلادنا فقيرة باللي يحبوا يقولوا هما أما إحنا تشكبنا عليهم كما يقولوا. وإن شاء الله يا ربي نكملوا هكا وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا وإن شاء الله اللي جاي يكون خير. نحب نشكر برشا برشا فريال ستوديو على المكياج وشعري وريم الغربي على الربا. يعطيك الصحة. يعيشك. النجمة يعيشك التونسية يزي. والنجمة مرسي. المتميزة أمنة فاخر. شكرا لك. عيدك مبروك. فرحان برشا باش نستقبل بحب كبير زوز من نجوم السلسلة الناجحة سلسلة دنيا أخرى الكبيرة نعيمة الجاني والسيناريست وكذلك ممثل نور الدين بوحجبة. نعنوع مرحبا. مرحبا مرحبا. شنو احوالك؟ هدهود. لاباس. عدنا من جديد. مرحبا. وين وصلنا في عرس ميمة بربي؟ ما عاد قلنا بعد الكورونا 27 ما عمل شيء العروس. لا لا عاد فما كورونا عاد توا ما نحبوش هكا التجمعات والكل. باش نعمل عرس بنتي بلاش تجمعات كل واحد في الشارع توا يوفى توفى الكورونا ونعملوا لما بالقدا ان شاء الله. نور الدين مرحبا. مرحبا هدود شبا. سعيدكم مبروك. وانت بالله زيد ان شاء الله كل عام وانتم كل عام وانتم حيين بخير. تقابلنا برشا نعيمه وحكينا على دنيا اخرى. نحب نسلم على اصدقائي الموسيقيين بهم تزهى الايام. بين التصوير وبعد ما تفرجت في دنيا اخرى. باش نتكلم معك بصدق. قبل التصوير قبل نحكي لك بالسيناريو اللي سيكونس اللي جاوني كانوا رايعين جدا وانا خليت كل شيء وقلت باش نعمل دنيا اخرى على خاطر تلمو السيناريو عجبني. معناها احمد ونور الدين كتبوا حاجه ذامره 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 على الاخر. لا بروفوني كنت تفكر انت فما حاجه تعملت كيما تكتبت الحلقه الاولى شفت قداش ضربت الحلقه الاولى. اه يا المونجي وك الجو والكل والكلينيك وال فريمون سي حلقه رائعه. علاش نتصور انا خاطر تعملت كيما تكتبت هكا ولا نور الدين كيف جات الكورونا من دونك تزربت الامور باش نجموا نصوروا لو ماكسيموم فما حاجات تنحات فما حاجات ما تصورتش فما نور الدين بين الكتيبة وما بين الفرجة لقيت وما بين التصوير زندة. بين التصوير بون ما لقيتش اللي تكتب كما تعرف هذه بريسك تقريب زادة تعرف اللي بريسك شتر سيت كوم ما فماش دونك قاسينا تصوير ثلاث أربع جمعات دونك فما صعوبة فمن بعد لقينا عندنا وقت قصير باش نصوروا فيه دونك زربنا الحمد لله حبينا نوصلوا معناها ونشكر الممثلين الكل اللي عملوا مجهودهم باش نوصلوا معناها البروجي هذا يقعد سيتكم الاول في تونس فوالا معناها كان فما امكانيه انكم وصلتوا يا نعديو يا ما نعديوش. اي جيت بريود في بالنا باش نقصوا مش باش نصور معناها كيما برشا سيتكومات قصوا دونك من بعد حطينا اليد في اليد وقلنا نكملوا وكاهو معناها فما بارتي تقتل بالضحك بتاع الانتخابات معناها تقتل بالضحك راهو نبداو معناها انا نقرا فيها ونضحك بالدموع ما تعملتش على خاطر الظروف بل الظروف هذه الكل ما نجموش ننفيو انه العمل لقى حظوه عند الناس اي والناس شافوه والنوعيه هذه عاده في الموسم نتاعها ديما تلقى انتقاد ومن بعد الناس تتفرج فيها ومعناتها كي تقدم شويه الناس تتفرج فيها وانا زاد هادي نقول صعيب برشا باش تضحك عبد ساهل باش تبكي عبد راه اما باش تضحك عبد من غير ما تطيح في التهريج ومن غير ما راهو صعيب برشا. نور الدين يتسالوا برشا فما نيه موسم جديد ولا لا بالنسبه لدنيا اخرى؟ والله شو نقول لك بالنسبه لراي العباد مثلا يبعثوا دي ميساج كسوا فيسبوك ولا انستغرام العباد تسال في لي باج يحبوا على دنيا اخرى سيزون اخرى مازلنا ما نعرفوش مازلنا ما خدناش القرار دونك اللي كتبتوه وما صورتوهش يصلح انه يكون بيان سور يصلح يصلح بيان سور بيان سور يصلح يقتل بالضحك مش يصلح بيان سور يقتل بالضحك وحاجه اخرى سامحني هذه نحن كسيناريست كسوا انا ولا احمد السيد معايا معناتها تمسينا بيسك
ما وصلش اللي كتبناه. دونك كسيناريست وكتجربه اولى. مش ما وصلش الكل، نقولوا احنا وصل 50% منه. صحيح، دونك صعيبه ماهيش سهله انك تكتب ومن بعد ما تلقاش في التلفزه بحكم الظروف على تونس الكل. دونك النومبر دو فيو اللي تعمل ما يرضيوكمش شويه من داخل؟ تحس فما فرحه، تحس اللعبات تفرجت فيك. اما كسيناريست نحكي على روحي ولا كاحمد معايا، دونك مانيش راضين 100% خاطر ما وصلش اللي تكتب. نعنوع تحبها التربيجه هذه؟ نموت عليها، انا اللي يحبوني الكل يعيطوني نعنوع. وماما اش تعيط لها تربج بها؟ كمكوم. كمكوم؟ نعنوع وكمكوم. من الحاجات اللي ضربت في السيت كوم الحلقه الاولى، يا المنجم. الحلقه الاولى محلاها وي. بربي لو كنت تدلل على الجمهور اوكي؟ واحنا ندلل عليك شويه وتسمعنا الرائعه. هي الاتليت. يا المنجي. الفرقه الموسيقيه بعد ما ابدعتوا مع دليلة شلبيلة كان الابداع. نعم ما عيطوا لك في الافراح؟ ها شنو عيطوا لي؟ شنو عيطوا لي في الافراح؟ تغني انت؟ صلي على النبي. تغني نايمة تغني. فماش فرح قالوا كي اطلع سمعنا؟ لا لا حتى الأحبة؟ لا 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 لا. لو أنا باش نحضر في فرح أميمة إيه باش نطلب منك أنك تغني؟ إيه كان نبداو في دارنا وحدنا ما مش راح تقول بتور يعني. ليه صوتك تبارك الله؟ ليه بالحق معناتها صوتك تبارك الله عليه. في هكا في العرض هيك. باش نسألكم على ولاد مفيدة العمل الثاني، عندكم أوسكارات باش تعطيهم؟ نخرجوا فتح الهداوي نعطيوا هذاك أوسكار التميز على روحه واحد. أحسن ممثل عجبك خرج فتح الهداوي؟ نور الدين. بالنسبة لي أنا نسيم زيدي. نسيم. نعيمة. أنا نسيم، أنا بالنسبة لي نسيم جيمس دين معناها بالحق اللي حاجة عنده حاجة طريقة كيفاش يؤدي أنا يهبني فريمون إني با نورمال. هذاك بقعته الحقيقة في هوليود هذاك. موهبة روعة. موهبة سبحان الله، كيفاش يبدا يمثل حاجة روعة. كيفاش تقولوا بالعربية تنساب معناها هكا حاجة عفوية كانوا مش عفوية محلاك. هي رائع رائع وفي كل شيء معناها في العادي في كي يبدا هكا موقف قوي كيف كي يبكي كي يفدلك تو تو تبارك الله عليه. عزة سليماني محلاها رائعة. والسنة فما اكتشاف البنية اللي الممثلة اللي عملت مرت بدر. مرت بدر ايه عساس محلاها 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 بارك الله عليك. كانت معانا ضيفتنا زاد كيف كيف. نور الدين ممثله عجبتك؟ بيان سور عز. عزه بيان سور عزه توصل تصدقها اللي هي كيكه في الدنيا. عزه خير عادي. اي وما ننساوش زاد فما تميز في الحلقات الاولى للممثله معناتها نجله بن عبد الله. اي نجله بيان سور. في دنيا اخرى اكثر واحد ضحكك شكون؟ انا ديما الحقيقه الاولاد يضحكوني برشا بسام وكريم محلاهم. السنه فما لبنى محلاها لبنى، فما اروى محلاها، جاء معنا يحيى الهملاجي اللي هو ممثل ممتاز وممثل مسرحي ممتاز. نور الدين شكون من الممثلين الجدد اللي هكا؟ ونور الدين نور عمل معنا جا. شكون من الممثلين الجدد اللي فاجئوك وعطوا اضافه للنص؟ لبنى زدير. نعم بربي نحب بوسكيت جبت على لي جون الممثلين لي جون. فما ممثلين اللي هما ابدعوا السنا باغ اكزومبل في النوبه فما بون ما نحبش نذكر اللي نتاع عمناو خاطر تبارك الله اثبتوا قدراتهم. نحب نحيي بلال سلاطنيه اللي انا نعتبر انه سيكون له مستقبل كبير برشا برشا، عنده برشا انرجي عنده برشا سبونتانيتي محلاه محلاه بلال سلاطنيه ونحييه ونقول له كمل بلال يعطيك الصحه.
وفما بالنسبه للقلب الذيب اميمه بن حفصيه، والله مش على خاطر بنتي، لكن اميمه كانت ممتازه تبارك الله عليها بشهاده الجميع انها كانت ممتازه. فما مشاهد قويه كي شفتهم انت نعيمه، فبكيتني انا في الوقت في الولاده ولا وقت الاغتصاب ولا فريمون كان غير عاديه اميمه بالحق. بين عين شفت مشهد الاغتصاب نتاع اميمه كأم وقت اللي تشوف المشهد هذاك؟ اسمع باش نقول لك حاجه، مره واحده تاثرت باميمه كأم. احنا نمثلوا في فيلم نوري بوزيد، هي عملت بطوله مع هند صبري واحمد الحفيان فيلم عراي 60، وانا نمثل في دور منسيه. وقتي نتفرج فيها وهي تهبط هكا من الدروج، ما هو يجيبها من البلاد باش تخدم معينه منزليه وهي صغيره، وكان عمرها وقتها وميم عمرها 7 سنين يدور لي، وهي تبكي وتقول له عمي ابلان باش تخليني وحدي. انا وقت اللي شفتها تبكي في الدروج بكيت، انا في البلاتو وانا نحس في دموعي هبطت. وقتها حسيت اميمه بنتي باش تقعد وحدها، وكجريت اللي لبسته بكل سنه. وبعد قلت لي ايه نعيمه في قريبتك تمثل شبيك بالحق، ساعات يلزمك، لكن توا نفصل بعين الممثله نغزر اميمه بالحق ابدعت. حاجه اخرى بربي خليني نكمل، فما ممثله نحب نعمل لها تحيه، انا حييتها ونحب نزيد نحييها، لطيفه القفصي. فك المشهد اللي عملته كرمناها هنا راهو لطيفه، اثبتت انه ما فماش ادوار كبيره وادوار صغيره، فما ممثلين كبار وممثلين صغار محلاها. وانا الاوان انه لطيفه القفصي تاخذ مكانتها في الدراما التونسيه وفي الكوميديا التونسيه، خاطر لطيفه راهو زاده في الكوميديا عملت معايا، عملنا مع بعضنا مسرحيه تعلمني وتقتل بالضحك محلاها. نعيمه السكر شنو حواله؟ لاباس لاباس لاباس، على هذاك انا قالوا لي لاباس السكر، قلت لهم نعملوا لها صندوق المفاجآت. خوافه؟ مش خوافه، فما حاجات يزغبوني. دخل يديك هنا؟ لا لا لا، من غير ما تشوف، من غير ما تشوف، خلي اشوف النظر نتاعك على الكاميرا. دخل زوز يديك، زوز يديك، زوز يديك، جيب انت زوز يديك من هنا، من غادي داخل يدك الاخرى. بسم الله الله اللي يظلم مع اسمي شيء. بسم الله داخل، داخل يدك لا ماني داخل، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. اسح يا ابني يا اخيتي، يا شنو هذا؟ قوتا بيه جود اوكي، ما عادش تظلم بربي، ما عادش تظلم، عشان تظلم. اوه ليه هادي؟ اه نعيمة 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 امان هادي نعيمة نعيمة، هاي هاي نعيمة نعيمة نعيمة. مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة، اي 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 بي سيبني سيبني. بسم الله بسم الله بسم الله، يطلع الحنش نموت والله نموت والله. ماهوش حنش والله والله، مش حنش. كمل كمل فارة. لا لا ما تخافش ما تخافش. اه عصفورا حميمة، اه حميمة وبيضة كيفك انت محليها. تحت لها مثيلة، رجع لها سكينة سكينة. إجا ماما، هاي هاي الحمام ما نخافش. اي 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 شوي سيس عليها. محليها بيضة كيفك انت، حطها فوق الصندوق. تقعد زعما؟ اي تقعد تقعد. محليها هذا السكون الذي يسبق العاصفة. خليها تحوس عليها. تحوس تحوس. هذا السكون الذي يسبق العاصفة. حاسة حتتولي القوتة والحمامة ثم حاجة. كريم فريش واحد. اي هاي 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 نعيمة. كريم فريش هذا. نعيمة نعيمة. لا ما عادش تغسل، لا ما عادش نغسل به. هاي شنو شوف كيفاش يعمل. امشي ما تخافش ما يقدمش، ما يقدمش قنفود يظهر لي. شنو دخلت يا ابني؟ تجي كل مره اصلا دخلها كل فرد مره دخل. شنو هاي كمل. بسم الله بسم الله. شوف هذا صحيح، خلي عينيك عينيك على الكاميرا، ما تحركهمش من الكاميرا، ما بتحركهمش على الكاميرا. ما تخافش ما تخافش. السكر لاباس؟ ايه بسم الله بسم الله. هذاك اهم شيء. يا ما عاد شد لي يدي سيبني، نعرف اعرفوا طريقي، يبعد سيبني يبعد عليا غالي. ما تطلش ما تطلش غير ما تبدا تطل. براسو براسو ميمه للطل. ما تحلفليش براسو ميمه. براسو ميمه للطل. نحس هذه الضربه القاسيه. براسو ميمه للطل.
براس وميمه للطب. باهي باهي اسكت اسكت بركة. بسم الله. براس وميمه للطب. باهي بسم الله بسم الله. شو كيفاش يعمل فيه وجهه؟ هي عاد نعيمه. بسم الله. انا خاطر تحرك يتحرك من الزواحف. احلف احلف قول والله قول والله والله من الزواحف. ليه ما نخافش منه فكرون نحب نموت عليه هذيك بركه صافي استنى اي جاي اي جاي هاهو بوس طنطو هادي بوسو بوسو سعيد حلي تنيت خرجعوه مسكين لا يطيح يدقدق كانت هذه لعبه صندوق المفاجات مع نعيم الجاني شي كلمة الختام؟ كلمة الختام نحب نشكر الناس الكل اللي تفرجت فينا وعجبناهم ونحب نشكر معناها العباد اللي بعثت لي ميساج تشكر في السيت كوم كيف كيف نقبلوا النقد خاطر من غير نقد ما تنجمش تتعلم فماش شكون تولد ناجح دونك ونفكروا لي حاتم بالحاج الاستاذ قداش عمل من تجربة باش وصل لكتب شوف لي حل كيف كيف سفيان الشعري الله يرحمه قداش من دور عمل باش وصل لعمل اسبوعي دونك قد ما نخدموا قد ما نتعلموا الحمد لله وبربي هادي ما نحبش ننسى نشكر نادر على المكياج وعلى الكوافير ونحب نشكر الشيما غريف على اللبسه الحلوه هذيا ميرسي يعطيكم الصحه وشكرا لانكم اجتهدتوا باش تضحكونا في رمضان السنه الحمد لله قداش رمضان السنه معناتها استحقينا فيه باش نضحكوا ونتفرهدوا شكرا للقديره نعيم الجاني وشكرا كذلك لنور الدين بالنجاح والتوفيق عيدكم مبروك وانتش زاد يفرح عيدكم مبروك سنين دائما كل عام وانتم حيين بألف خير الجزء هذا خاص وجزء فيه جانب تكريمي للفنان الكبير سمير العقربي عيدك مبروك كل عام وانتم بخير سنين دائما تونس كل إن شاء الله عيدها مبارك تعبتك الكورونا في رمضان ولا ليه؟ كورونا يظهر لي مش تكلفنا بغالية فما أغاني تعملت على الكورونا أنت من الفنانين اللي تحبذ أغاني الكورونا ولا ليه؟ ما نعرفش كان في الحوار ولا في محطة أخرى فما أغنية زيرية زينة يا زينة تغنيت على كورونا يظهر لي غلطة ما يزمش هكاكا كي باش نحكيو اغنيه زينه يا زينه يزم هي جميله هي اغنيه كوم ان بتي بيجو نحاولوا نستحفظوا عليها مش خاطر عندنا مشكل نتاع كورونا يعني هكاهو نفسدوا كل شيء عندنا نحكيو على اغنيه يا زينه هذيك نتاع بيبيلون اي بيبيلون يجوز هذا؟ لا كتبت حاجات على الكورونا لحنت حاجات على الكورونا ولا ضد انت لا لا ما لا ما نعملش لاكتواليتي انا بكل سمير وينو وينو انتاجيا وين الحانك اخر حاجاتي ذول لي زياد غرسه وهشام سلام وغيره وغيره زياد غرسه اللي لمعت شبيه هذيك اخر حاجات اللي ضربت عندها مديده كل اسبوع يا اخي يلزم موسيقى ماهوش حقنا ما عندناش عليك حق مره في العام اي يظهر لي اكثر من مره في العام نعم موسيقى ولكن يا هادي راهو اليوم فما في الذاكره نتاعنا نتاع الاغنيه فما كي تخمه فما برشا اثر الاثر الكبير ويلزمنا نرجعوا له ونعالجوه بطريقه اخرى لانه حصلنا سجلناه بامكانيات ضعيفه ادوات التنفيذ كانت ضعيفه ما انت تحب تعاود تجدد سواء من موسيقتي انا ولا من موسيقتي يقول لك راهو هذيك يقول لك هذيك التجمير البيت راهو وبنت الغنايه وبنت الغنايه في نسختها الاولى اللي حبوها الناس اسمع ثم صحيح ناس يقولوا هكا ولكن كنا كي نشوفوا في اوروبا مثلا دوما سابقين يظلي سابقين اكثر شويه من اربع قرون اما ما يعطيوناش دروس الموسيقى موسيقتنا غير موسيقتهم لاندستري نتاعهم غير لاندستري نتاعنا الموسيقى الكل كيف كيف
والفن والثقافة وذاكرة المجتمع الكل كيف كيف، سواء عندنا ولا عند البلدان المتطورين علينا ولا اللي متخلفين. احنا اليوم في القرن العشرين عملنا برشا موسيقى، ولكن التنفيذ متاعها كان ضعيف. اليوم وقته باش نعاودوا نعملوا لها قراءة أخرى، كما صار قبل. راهو الميزيك ميديفال في أوروبا يعني تاع القرون الوسطى، بعد تعاودت ماي واي مثلا، ولا توا نسمع أنا معناتها أغاني إيديت بياف مهما تتعاود شارب نتاع الأغنية الأصلية وحده تخشخشت الفينيل تولي موسيقى وجزء من موسيقى. كل حاجة عندها قيمة، ولكن عنشين مهات كي قدها كوكر قدها أحلى، معناتها نطوروا لابد. والموسيقات اللي عملهم موزار واللي عملهم فيردي واللي عملهم تشايكوفسكي الكل اليوم قاعد يتعاود، راهو معناتها ماهيش هذيك الكتيبة الأصلانية اللي 100% كريان وقت اللي عاود بيتوف عاود بطريقته هو زاد حاجاته وعمل. احنا اليوم مطالبين باش نخدموا على موسيقتنا أكثر. باش تغني حبك كما يارو كما يارو. أنا لهنا عندي سؤال، سمير العقربي لما يعطي أغنية الفنان وتنجح بصوت الفنان هذاك، هل يحق له قانونيا وأخلاقيا أنه يغنيها بصوته؟ حسب الـ 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 العقود أي طبعا، وفهم عقود، وحتى كما يبدأوش فهم عقود ديما الحق الأدبي يبدأ عنده أكثر سلطة من هذا قانونيا وأخلاقيا نفس الشيء؟ كيف كيف سمير العقربي نسمع حبك مع يارو بصوتك أنت مع الفرقة الموسيقية، وإن شاء الله يا ربي نوعدكم بجو آخر. جو آخر بسيطة حبك كما يارو اللي هي شعر متاعها الشهر خضرة من سوريا. من سوريا، أي شاعر سوري الحان. يعيش اليوم في ألمانيا. ألحان سمير العقربي ذولي. من أجمل ملحن سمير العقربي. حبك كما يعرف. حبك كما يعرف حركني بمرار، حبك كما يعرف حركني بالمرار. نعفو مقدرو شورت الصاقية، نعفو مقدرو نعفو مقدرو كما يارو كما يارو كما يارو. عاركني بمرارو شورت الصاقية، نعفو مقدرو كما يارو كما يارو كما يارو. شاورت الصيغية عن حبك وسررو، شافوه بعينيا تهو مثلي وحارو. شاورت الصيغية عن حبك وسررو، شافوه بعينيا تهو مثلي وحارو. يا حبي شاير الجوانب قلبي صيغ ماذا صار هواك النارو. يا حظي يا عذاب في عيار الجوانب قلبي صيغ ماذا صار هواك النارو. قلبي صيغ مهر صار هواك النارو صار هواك النارو كما يارو كما يارو كما يارو. يا العنقود الشامي لابس في حلامي صبرك على ايامي قصوا جناحي وطاروا. يا العنقود الشامي اللي لابس في حلامي
هي نعمة خد الشام يا بس لحناني صبرك على ايامي نصر جناحي وطارو قولي يا صرحة عمري للتفاحة قلبي مر بواحة وتفيا مشوارو قولي يا صرحة عمري للتفاحة قلبي مر بواحة وتفيا مشوارو قولي مر بواحة وتفيا مشوارو وتفيا مشوارو كما يارو سامي العقربي. نعم. عم نقول حكينا مع بعضنا على النوبة، ما كنتش راضي على النوبة كعمل رمضاني. سناء ما اسموش النوبة، اسمه عشاق الدنيا. شفت العمل؟ شفت. ما داري ذاك؟ رديء الحق، عمل رديء جدا. رديء جدا؟ مطلق الرداء. هناك ضيم في كلامك. فاش الضيم؟ ترى عطيني توكي تقول لي عمل رديء، منتهى الرداء. منتهى الرداء، وقت اللي نعملوا شيء ما يشبهش حتى سيناريو، وقت اللي نعملوا سكيتشوات ما عندهم حتى علاقه بين بعضهم، ما ثم حتى رابط، ما ثميش علاش الحكايه هذه جات قبل الحكايه، يعني كي تشوف الحلقه انت نتاع المسلسل ريتا لي سيكونس، لو كان جيتا مونتاج واحد اخر، تبدا سيكونس الاخرانيه تبدا بها الحلقه، وسيكونس الاولى تحطها معناتها تعمل تمشكي وتعاود تلقى نفس ال تفهم سمير العقربي في الاخراج التلفزي والاخراج الدرامي. نقول لك انا عمري 63 سنه اليوم، وفي التلفزه والاذاعه ملي عمري 13 سنه، يعني من عام 70، والمسائل هذه تعمل القدام، وانا عامل المونتاج نتاع نوبه وعامل المونتاج نتاع صفيه وعامل هاو ناجح بالشفاء. مش هذا الميدان الوحيد اللي عندنا فيه، مثلا يقول ولاد احمد ذهبنا جميعا للانتخاب ولم ينتخب احد ما نجح. ينجم واحد حتى حد ما انتخبه ويقوم يكون يولي سلطه ويحكم، وهذه تصير في تونس وتصير عندنا ديما. اغاني النوبه يعني سمعتهم ولا لا؟ اغاني المسلسل اي سمعتي حلوين ولا حاجة مانيفيك، حاجة فانتاستيك. ما نعرفش شكون أعطاهم الفكرة متاع جيت نعوم الموج قلبني. ما نعرفش لو كان يقولوا لنا شكون أعطاهم الفكرة، حب نعرف علاش؟ مثلا الغنية باش نبداو عندنا معلومة. الغنية ضربت، الغنية نجحت، حلوة الغنية، أديها كافون؟ إيه كافون، قول لنا شكون قالوا عليها. قولوا شكون اللي قالوا عليها وكيفاش وصلتوا، مش مهم هذا. ايه معناتها اما باش نحكيو تكنيكمون، لا تكنيكمون يعني سينمائيا و نحسك تتكلم بمنطق خلاف شخصي بينك وبين كانك خلاف شخصي. حسك في الخلاف اللي يحركك هو الخلاف الشخصي موجود، ولكن الرداءة اكثر من كل شيء. وحدك شفت الرداءة؟ والله لو كان فما معاك مجموعة أو سيل جارف أو عمل، نقول لك ما وحدك لما أنا لو كان جات حياتي مربوطة بالمجموعة وبسيل جارف، راني ما عملتش نوبة، وراني ما عملتش حضرة، وراني مانيش بحداك، وراني مانيش نخدم حتى لتوا. لا أنا ديما راني خارج السيل اللي يسميه جارف. هادي بربي حكينا على غنية زينة. نحب نستسمحك باش نستقبل احمد النفاتي ورحمة النفاتي، زوز اصوات شباب. سمير العقربي نحسك تبنيتهم فنيا. اي تقريبا. وباش تقدمهم لنا باش يغنيو زينه.
وكنوع من من رد الاعتبار للاغنيه هذه. زوج شباب هذوما الأخوة امهم كانت خدمت معايا في صفاء عام 98 فنانه هايله، واليوم عندها ابنائها يعني. فقط نحب نقول راهو الفن عمره طويل. نسمع رحمه و رحمه واحمد. رحمه واحمد زينه. بحر صافي الامواج وداني معاك تبع رياح الحب وعندك ظني وداني وصاني وقلي حبيبك ما تنسى هي زينة ما درت فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا بالقمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لعلاش هربتي قالوا لي خرجتي في الله وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنت يا مشحال قولي لي علاش هربتي هي زينة ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يكتب المكتوب ونكون حذاء سمي العقل. لو نرجع للنوبة متاع التسعينات، النوبة متاع التسعينات قديش مساهم فيها سمي العقل؟ 180% 180% 280%. ألم يقترح الفنانين اللي هما فنانين كبار، لما نحكيو على الهادي حبوب، لما نحكيو على اسماعيل حطاب، لما نحكيو على لطفي بوشناق، لما نحكيو على صلاح مصباح، ما اقترحوش هما جوهم ورؤيتهم ونغمتهم علما وأن الأغاني أغانيهم لا باش تنجم تقترح يلزمك تكون سلطة، يلزمك تكون سلطة معنوية ومادية تفهم فيها. على ما يبدو أن الفنانين جابوا أغانيهم وبقى جوست تنسيق. منين جابوهم؟ لطفي بوشناق عنده أغاني حبوبة أغاني. نمدح لكتاب جابها معاه. لا أغنية نمدح لكتاب أغنية حبوبة، هي أغنية متاع اليدي حبوبة. وأنا شديد صحيح أنه يلزم يغنيها بوشناق، لازم تعرفوا لليوم أنا والهادي حبوبة متعادين
خاطر المنظومة هذه. ابدع ابو شنيق فيها نمدح الكتاب. هذيك امورك انت تنجم ما يعجبك شيء او يعجبك. نمدح الكتاب ينجم تكون كان حلوة خدمها انا. مخدومة بال مخدومة نوت بار نوت. ما تنجمش بصوت ابو شنيق. ما هو صوت ابو شنيق فما اللي عاودناه وفما اللي قعد هو. لازم تعرف اللي تسمع فيه راهو متعاود في الاستوديو راني معاود برشا في الاستوديو. كل شيء في الكورال والايقاع والعزف والالات والذكر وال وبعض المغنيين عاودت لهم صوتهم كبارات المغنيين غادي عاودت لهم صوتهم ايه ما خاطر اسماعيل الصوت اسماعيل حطاب عاودت له صوته قصيت له برشا حاجات فما الجمل اللي بدا ما يبداوش باهين خاطر النوبه دامت ثلاثه سوايع وربع حبوبه قصيت اللي احنا اللي احنا نتفرجوا فيه 90 دقيقه ما الذي يمنع انه النوبه اليوم تتعاود بتلك الضخامه بالناس هذوكم بالناس هذوك اللي هما مازالوا احياء معناتها 90 لطفي بوشنيق هادي حبوبه الفنان ما عادش نجموا ما عادش انا بيدي ما عادش نطلع الركح انا بيدي ما عادش نجموا اليوم اليوم لطفي بوشنيق يقدم لا في لا لا النوبه ليه صعيبه النوبه يلزمها برشا بدن يلزمها برشا كلاوي النوبه نقطه وارجع للستار لن تتكرر مجددا مش هذيك نعملوا مخير منها نجمو نعملوا بخير ما ريتش بخير اليوم لا حتى يلزمك ترى مثلا نوبه ذيكا لو كان مش قبل بنهار تفهمنا انا وعبد الحفيظ الهرجاي ما كانتش باش تتصور من اصله ما كانتش باش تخلط لك لا ليك ولا لغيرك ولا باش تعجبك انت ولا غيرك كيفها كيف برشا حاجات ما تصوروش علاش هي هي تخدمت بالمال العام بفلوس وزارة الثقافة لا 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 مش بفلوس بفلوس شكون تخدمت؟ فلوس شخصية فلوس بريفي النوبة عملية عرض خاص؟ طبعا بريفي؟ من الجهة المنجة للنوبة؟ أنا وفضل الجزيري ولكن حطينا حتى فرانك مكتوبنا تنجم تقول إيه لينا فلوس الدولة؟ الدولة تمول المزودة دولة ثورت المزود بعد حروب شديدة أنت صوفي ولا مزاودي أكثر؟ فمش فرق لا فما فرق لا ما فمش فرق في إحساسك صوفي لا. ولا مزاودي؟ لا لا ما فمش فرق فمش فرق التصوف ما ساعة معنى آخر وما هوش موجود راهو أما اللي يدعيوا التصوف راهم غالطين في رواحهم ما فماش تصوف نغني والناس كل نعملوا في الأغنية يعني فقط سواء شعبية هكا بالمزود ولا بالقصبة ولا بالبندير ولا بالكمانجا ولا بالبيانو كله كيف كيف باش نعملوا توا جزء خاص محبب بالنسبة لي أنا هزني في جو النوبة لسمردوني في ليلة العيد نحب نقدم وليد مديوني المديوني الراقص اليوم عنصر من عناصر النوبة الصيف اللي فات اللي قدمناها واحد منهم استدعيته باش نقدمه في ليلة العيد للتوانسة إن شاء الله يعجبهم سامي العقربي لسمردوني وعويشة علاش لسمردو نوني ما كنت تقول علاش يا ما لسمردو نوني علاش يا زمان علاش لسمردو نوني ما حبس قردان سير في جنان الرونو نوني علاش يا زمان يا علاش نقوم تقول علاش يا علاش يا زمان علاش والله يا تعذيبي يا وحش قلبي بالنار يا تعذيبي يا لعتيب النار يا تعذيب
يا وحش قلبي من فراق حبيبي حبيبي علاش يا زمان علاش وفرتوني ما تقول علاش وفرتوني علاش يا زمان علاش اي والله نذبح لو كان عندي موصل بحر وروحي لو كان عندي موصل بحر وروحي شوفوا على قلبي وشوفوا جروح روحي مش يا زمان اني على والله سلم عليكم يا قاعدين الكل سلم عليكم يا قاعدين الكل سلم عليكم وانا سلام بي على وليد فيكم علاش يا زماني زماني علاش مصمرتوني كنت تقول علاش مصمرتوني علاش يا زماني علاش وين كنت تدوري يا عويش وين كنت تدوري يا عويش وين كنت تدوري سكران الشعر بدك دوري يا عويش ستك غولة عندك القبر وشغلولة وين تمشي تعمل هلولة لنا تزوري ولنا تدوري يا عويشة وين كنت تدوري يا عويشة وين كنت تدوري يا عويشة وين كنت تدوري سلمى وتسلم يا عويشة بر مش تتكلم يا عويشة عاملة بالعاني يا عويشة ايدها بالحلم يا عويشة بيدها مجرونة العويشة تستقبل القلب العويشة وين كنت تدوري يا عويشة وين كنت تدوري وين كنت تدوري يا عويشة وين كنت تدوري شاربة تكراري يا عويشة سمي العقل نعم قبل من ودعك ونشكرك على الحوار الخفيف الظريف باش أسألك عودة الفنان فوزي بن قمرة للشعبي كيفاش تقراها؟ فوزي بن قمرة ما خليش بلاصة كبيرة نوع أما كان الأول كيفاش ما خليش؟ ما خليش بلاصة الأول ولا الثاني أمورك أنت قيم ما خليش بلاصة يرجع مرحبا بي أما اللي مخلي بلاصة اليوم كبيرة كبيرة برشا هو محمد أمين الحمزاوي
اليوم رابر رابر اليوم مخلي فراغ كبير. ما تسمع راب انت اكثر من الفن الاخر؟ نسمع كيما الناس كل نسمع طبعا. لهذه الدنيا قوته في الشعبي اكثر ولا في الصوفي اكثر؟ لا ما عندوش علاقه بالصوفي هذه. هو يقول انا بديت صوفي. سميش فن صوفي وفن شعبي. اما سالتك هو غنى الصوفي وبدا من الصوفي بعد سميش الحكايه هذه مش موجوده بين الهادي حبوبه وصالح الفرزيت. ليش كنت تنتصر موسيقيا وفنيا؟ انا ما نعتبرش اسمه صالح الفرزيت في الموسيقى. ملاوين فنجره؟ مش في الموسيقى ليها. هادي حبوبه. هادي حبوبه في الموسيقى. هادي حبوبه مساله كبيره في الموسيقى. ارض علينا يا لميمه نيران جيش شاعله ميقوله. كلام فارغ ليها مش تاعها. كيفاش؟ هذوما رضي علينا يا لميمه ولينا نيران جيش شاعله ميقوله. جنه وترافيك نار. جنه وترافيك نار نتاعو هو هيك ماستا كيف هو. ماستا؟ اي برشا. كيفاش ماستا؟ غنغن. ماهيش ماستا سكسي. جنة وترافيك نار. دبر راسك انت وسكسي هذيك تقييماتك انت. تبغى سكسي واش نغنيو ماهو للناس. ما نغنيو للناس. للناس احيانا يعملوا اخطاء كبيره الناس. خليهم حتى لين يهضموها ويعاودوا يرجعوا لها من بعد. يتعاركوا عليها جنة وترافيك نار. بالشفاء. ان شاء الله بالشفاء. به قديش بحالهم صالح الفرزيت كلام فارغ جنة وترافيك نار ثم واحد حسدوني كبار وصغار تو واحد يجي يقول يا ناس مكثر عدايا مكثر حسدوني كبار مع صغار وتقطيع شنية الفن هذايا شنية المعاني هذايا شكون اللي يحب يغني غنية كيما هكا بربي نحب نعرف شكون اللي شاهي يغني غنية كيما هكا من صلاح سيبا من بيل شانسون شو حسدوني كبار مع صغار؟ اي يغنيو على الحسد الاحبه. ما يغنيوش على الحسد ما نعملوش الحكايه دي. عمرك سمعت بريلي يغني على واحد حسده؟ سامي العقري عيدك مبروك. سنين دايمة. كل عام. كل عام وانت حي بألف خير. يعيشك. نحب نشكرك برشا 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 برشا. ونسالك جايه. هذه جايه عيد. اي نسالك جايه. انا شديت صحيح باش نكون اليوم موجود معكم. وانا نحب نشد صحيح انك المره الجايه. وان شاء الله سامي نتمنى له معناتها الفرج في اقرب وقت. نحب نحكي لك حاجه مثالش ناخذ لك دقيقه. خذ. مره صارت حاجه ما بيني وما بين سامي الفهري. كلمني باش يقول لي عمل لي راهو عندي مسلسل اسمه مكتوب ونحبك تعمل لي جينيريك. قلت له كيفاه مكتوب؟ شو معناتها؟ شو ماخذ منه المكتوب؟ شو الموضوع نتاع المكتوب؟ اغنيه للجينيريك. قال لي لا المكتوب لوديسنا. قلت له مالا شوف. شوف مع الهيدي الزويني. ثم اغنيه اسمها مكتوب نتاع الهيدي الزويني. كاني تغطي لك الموضوع نتاعك تجي معاك مريقله مع المسلسل نتاعك هكا ديجا عندك اغنيه موجوده نتاع الهيدي الزويني. علاش نزيدوا نعملوا في واحده اخرى؟ لواه. يعني خاطرني انا سمير العقربي ويلزمني نخدم وخاطر الفلوس وقت اللي يجيني منتج ولا فنان ولا تلفزه ولا غيره يلزم نعرف ننصحو مش نمشي للهفه ونفك ونقول ايه وانا لا وفعلا مش تغنيت مكتوب وقتها طبعا مكتوب هذيك نتاع ليدي جويني ووزعها المهدي مولي. اللي هو ولد القناة ولد وإفيكاس إلي تري تري إفيكاس مهدي فهمت شنو فهمتك ماهيش مسألة نتاع خطف وغورة نبداو خالتين نخطفوا لبعضنا ونفكوا وأنا وربي ما خلق لا راهو الفن مش هكا نشكرك برشا كل عام وأنت حي بخير وعيدك مبروك سنين دايمة وتحية خاصة لك أنت الفنان القدير ميرسي بوكو الفرقة زادة ميرسي بوكو الفنان القدير سمير العقربي
كان هذا كل شيء ليلى في فكرة سامي فهري، حلقة خاصة بمناسبة العيد. شكرا للفرقة الموسيقية، فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى، شكرا الميزون دي فات على الديكوراسيون ليلى، شكرا لكل ضيوفنا، شكرا لكم انتم على الوفاء. عيدكم مبروك وعيدوا في دياركم.